مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من لقاءات. كثير من الدول التي تقدمت كان للصناعة دور أساسي في تقدمها ونهضتها واستثمارها، ومن أكبر ركائز الصناعة مشاهدينا وأهمها الثروة الزراعية والمعدنية. إذا أحسننا هذه الثروة نحسن اقتصاد البلاد، بالذات في السودان، لاحتواء السودان على كم كبير من الاقتصاد وأيضا من الخيرات الوافرة تحتاج إلى تنظيم داخلي. نسلط الضوء الآن مشاهدينا على ورشة بورصتي السلع الزراعية والمعادن ودورهم في تطوير الاقتصاد القومي. يسعدنا أن نرحب في هذه المساحة بالأستاذ الطيب الجعلي الطيب، مدير سوق مال المعادن بورصة الذهب وأيضا مدير أسبق مكلف بسوق الخرطوم للأوراق المالية. أهلا وسهلا في لقاءات. مرحبا عليكم. سلام، الله يحييك. سعيدين جدا باستضافتنا معكم في قناة الشروق، و نتمنى انه يعني الناس تقدر تطرح الرؤيه كامله ومتكامله عن مفهوم الورشه والبورصات واسواق المال. اهلا ومرحبا بك. ذكرت انه السودان يحتوي على خيرات واسعه وشاسعه على امتداد البسيطه. اذا احسننا هذه الثروات يمكن ان نحسن البلاد واقتصاد البلاد. الى اي مدى تسهم بورصه المحاصيل الزراعيه والذهب في تقنين هذه الثروات؟ نعم، حقيقة البورصة، مفهوم البورصة هي إنها سوق زي أي سوق، لكن منظم مرتب بيخضع لقوانين ولوائح، وبيتم فيه عرض المنتجات من السلع الزراعية أو المعادن، وبتكون يعني تحت المسألة بتاعت العرض والطلب. المنتج يقدر يتحصل على سعر عادل، والمشتري يتحصل على سعر مجزي للسلعة، وكله تحت رقابة الجهات الرقابية في الدولة، مما ينعكس يعني إيجابا على المنتجين بحصولهم على السعر العادل، وإيجابا على المستهلكين والمشترين لأنهم بيشتروا مباشرة من المنتج للمستهلك أو المصدر، ولا يوجد وسطة كثيرين أو سلسلة بتاعت وسطة بتتدخل بين المنتج والمستهلك أو المستهلك النهائي. طيب أستاذ الطيب، اليوم عايزين نأكد على فكرة البورصة، وانت ذكرت بمعناها. لما نتبادر في أذهان البورصة المعنى كبير وفضفاض، وممكن ما يصل مفهومه لبعض صغار المنتجين أو المزارعين. فهذه بالعادة بيتم رحلة المنتج عن طريق وسطة أو تجار، ويتم احتكار أو تغذية السوق. فالبورصة مفهوم عام لكل المنتجين، ما الشيء الذي يمكن أن تقدمه بالنسبة للمزارعين المنتجين؟ نعم، بورصة السلع الزراعية بالنسبة للمنتج هي بتقدم له سعر عادل، يعني المنتج ما بيحتاج انه او يضطر انه يبيع لشخص والشخص ده يبيع لشخص ثاني ويبيع لشخص ثالث لحد ما تصل للمستهلك. البورصة هي بتبقى مكان متاح لجميع المنتجين مباشرة عبر المنتج نفسه او عبر مثلا جمعيات تعاونية بتاعتهم او اتحادات، بيقدر يوصل سلعته للمخازن البورصة، وبعد ذلك يقدر يعرضها للبيع حسب السعر الموجود في البورصة. والسعر الموجود في البورصة هو سعر العرض والطلب، وعادة بيكون مرتبط برضو بالأسعار العالمية للسلع المتداولة في البورصة. يعني بالعادة بيتم البيع والشراء زي ما ذكرت عن قنوات تانية، قنوات تجارية وغير رسمية. فعشان نأسس لفكرة البورصة والتبادل التجاري ما بين المزارع والمنتج إلى البورصة مباشرة، ده ممكن برضو تحدي كبير ممكن يواجهكم في الفترة بالتحديد، بالذات إنه بورصة المحاصيل الزراعية جديدة في مسمى. نعم والله، هي طبعا يعني مفهوم عندنا أسواق المحاصيل الزراعية مثلا في القضارف، في الأبيض، في الفاشر، في النهود موجودة، لكن هي أسواق تقليدية، ونحن حقيقة بنسعى لإنه نضمن الأسواق دي معانا في مشروع البورصة، لأن هي بتخدم المنتجين في المناطق المختلفة. وده الشيء اللي حصل يعني في كثير من الدول، مثلا أثيوبيا في سنة 2008 أنشأت بورصة للسلع الزراعية، ويعني كانت فيها قدمت حلول كبيرة جدا للمنتجين والمزارعين. يعني نقطة مهمة اللي هو، شوف زمان الكلام ده في أثيوبيا يعني كان موجود، إنه نسبة الإخلال بالعقود كبيرة جدا. يعني شنو الإخلال بالعقود؟ واحد يجي يشتري من مزارع سمسم مثلا بتاعه، وما يديه قروش أو يأخره له، يأخذ السمسم ويأخر له القروش، أو ما يديه له، أو يديه له بالتقسيط أو كده. أو واحد
مشتري مستثمر عايز يشتري سلعة ويصدرها، يجي يدفع القروش وما يقدر يتحصل على السلعة اللي هو عايزها بالجودة اللي هو مطلوبة له والكواليتي والكميات اللي هو عايزها. فهنا بكون في نسبة في الإخلال، نسبة الإخلال في العقود كبيرة بدون وجود البورصة. لكن البورصة يعني بتقلل المسألة دي بأنه شنو بتعمل مخازن في مناطق الإنتاج، مخازن ضخمة جدا في مناطق إنتاج السلعة الزراعية نفسها، فبالتالي بيسهل للمنتج أنه يوصل سلعته للمخزن وبيتم تصنيفه وتحديد العيار بتاعه وتحديد الصنف بتاعه والجودة بتاعته وبتخزن. بعد ذلك في أي لحظة هو بيقدر يعرضها في البورصة أمام الملأ. يعني معلومات البورصة متاحة للجميع، متاحة يعني عبر في المخازن، في الموقع الإلكتروني الويب سايت بتاع البورصة متاحة، في الشاشات بتاعة البورصة متاحة، في المخازن نفسها. فبيبقى هنا سعر البورصة هو السعر المرجعي حتى للمنتج يعني. فبالتالي ما في زول ولا سمسار بيجي يقدر يخش ولا يخدع ولا يدي سعر غير عادل. فبالتالي المسألة دي بتحقق له نوع من العدالة الاجتماعية للمنتج نفسه بأنه حصل على سعر مجزي لسلعته قدر المجهود اللي هو بذله فيها وقدر التصرف اللي هو صرفه عليها. فبيحسن من وضعه الاجتماعي وبيساعده هو نفسه ذاته أنه يطور القطاع بتاعه البينتج فيه يعني. طيب أستاذ الطيب، الموسم الزراعي شابه الكثير من التفاصيل، الجانب الاقتصادي أثر سلباً على حاجيات المنتجين أو المزارعين حتى في مدخلات الإنتاج، إضافة لارتفاع التكاليف والوقود برضو أثرت، وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر. فالزراعة والعمل الزراعي الموسم الزراعي كان مهدد بكثير من المخاطر، حتى ما بعض الحصاد دوامات أخرى عن طريق مدخلات الإنتاج إذا كان بطرق رسمية عبر قنوات حكومية البنك الزراعي أو بطرق أخرى عن طريق شركات خاصة. فأنتم الشيء اللي بيعنيكم ما بعد الإنتاج عشان نحفز المزارع وما يدخل في وسطة بالنسبة للبورصة يبيع مباشرة، كيف ممكن نقدر نكسب الثقة دي مباشرة لأن التعامل مباشر يعني؟ شوف المزارع نفس الفكرة، التجربة دي حصلت برضو في أثيوبيا نفس الحكاية. في الأول كان في إحجام ويمكن نوع من التخوف، لكن بعد شوية بقى كل المنتجين والمزارعين صغار المزارعين حتى البنتج يعني كميات ضئيلة جدا من السلع الزراعية بيمشي يوديها البورصة، لأنه سعر البورصة زي ما قلت لك هو بقى سعر مرجعي بالنسبة لكل الناس. حتى أي مزارع مهما كان بعيد يعني جدا من التكنولوجيا وبعيد من المدن وبعيد حتى من المخازن، بالاس ام اس الرسائل القصيرة ممكن يعرف الأسعار، يشترك في خدمة يعني أسعار بسيطة جدا، ممكن يتصل على البورصة ويرد له الرد الآلي ووريه أسعار السلعة بتاعته. المنتج هنا دائما اللي بيشجعه إنه هو بيتحصل على سعر مجزي للسلعة بتاعته اللي هو أنتجها. يعني مثلا واحد زارع قمح أو زارع قطن في الجزيرة أو في غيرها في الشمالية، مسألة السعر التأشيري وما السعر التأشيري دي هتنتفي بعد غياب البورصة. ليه؟ لأنه البورصة هي سوق حر، فبالتالي هو بيقدر يعني يعرض السلعة بتاعته في البورصة بسعر، طبعا بالتأكيد ما هيخسر، هو هياخد سعر التكلفة بتاعته زائد الربح بسيط. والبورصة هي سوق حر يعني بيكون حسب العرض والطلب، كميات المعروضة والأسعار المعروضة بتجد مشترين. وفي ناس بيقول لك إنه تحرير الأسعار ده بيضر معارف بالمستهلكين وكذا. تحرير الأسعار ما بيضر بالمستهلكين، لكن تحرير الأسعار بيخلي المنتج يتحصل على السعر العادل، وبالتالي يعني بتوفر له ذاته الملاءة المالية اللي بتسمح له إنه يواصل في الإنتاج، ويعني يقدر يتحصل على مدخلات الإنتاج ويحل مشاكله العادية، يصرف على أولاده وعلى بيته ويعلم أولاده ويعني مول مشاريعه اللي هو شغال فيها بنفسه يعني. على الصعيد الثاني بتاع المستهلكين بتنتفي الحوجة، يعني الدولة هنا مرات بتتدخل بتشتري بسعر بيكون فيه دعم للاستهلاك. البورصة بتدعم الإنتاج والمنتجين ولا تدعم الاستهلاك والمستهلكين. المستهلك في النهاية يعني في العالم كله في طرق تانية بيدعموا بها، اللي هي عن طريق الدعم المباشر ولا عن طريق الجمعيات التعاونية أو غيرها يعني. طيب أستاذ الطيب، نأكد على حاجة في حوارنا عشان نكون سلس بالنسبة لكل المنتجين والمزارعين في كل مكان في السودان اللي بيشاهدونا الآن على قناة الشروق. هي قناة رسمية حكومية وطنية
ولا في جانب استثماري ومختصين زراعيين آخرين معكم مستثمرين بالنسبة للبورصة؟ بالنسبة للبورصة في شكلها، لأنه بالعادة إذا كان في تركيز محدد بيحدد من الحكومة أو البنك الزراعي مفاده أنه بيتم طرح سعر معين في السوق للبيع والشراء، فالآن وجود بورصة معناها وجود جهة أخرى تقبل الطلب والشراء على حسب المنتج، منتج المزارع. فالمزارع عشان يطمئن الآن بتابعنا في لقاءات، هي نقطة حكومية مباشرة ونقطة فرعية؟ لا، هي البورصة يعني منشأة حاليا الناس شغالة عليها وفي عندها لجنة كاملة، هي لجنة تسييرية لإنشاء البورصة وبرئاسة سيد وكيل وزارة التخطيط في وزارة المالية، وكيل التخطيط في وزارة المالية التخطيط الاقتصادي، وفيها مجموعة من الخبراء حتى من القطاع الخاص ومن الدولة الجهات المعنية وكذا. لكن البورصة هي قائمة بأمر تأسيس كجسم حكومي الآن، يمكن لقدام في المستقبل تتحول لشركة مساهمة عامة الدولة تكون بتملك فيها يعني نسبة كبيرة ويفتحوها للقطاع الخاص إنه يتملك فيها زي ما حصل في كثير من البورصات برا العالم. لكن في البداية نحن بنرى إنها تكون حكومية عشان نقدر تكونترول ونقدر ننشئها بصورة كويسة. لكن في النهاية البورصة حتى لو كانت هي خاصة أو حكومية في أي مكان في العالم هي بتخضع للرقابة حكومية صارمة جدا عن طريق الأجهزة الرقابية في الدولة. زي نحن عندنا في السودان حاجة اسمها سلطة تنظيم أسواق المال، هي دي الجهة الراعية للورشة بتاعتنا، دي الجسم الرقابي على البورصات زي ما بنك السودان جسم رقابي على المصارف يعني مثلا. فلازم تخضع لرقابة الدولة ويمنع فيها الاحتكار والتلاعب في الأسعار ويمنع كله باللوائح والأنظمة، يعني يمنع فيها غسل الأموال مثلا، دي كلها في كل الدول الحاجة دي متبعة وموجودة. البورصة بتتيح فرصة كبيرة جدا للقطاع الخاص في أنه يدخل كوسطة. البورصة لا تتعامل مباشرة مع العميل أو مع المنتج، البورصة في البيع والشراء بتتعامل عبر وسطة، الوسيط ده بيكون عادة قطاع خاص يعني ما حكومي، وعادة شركات مملوكة للبنوك أو بنوك الاستثمار، قناة موثوقة. أيوة، قنوات موثوقة. ليه نحن بندخل وسطة؟ لأنه الوسيط ده بنلزمه برأس مال معين، بنلزمه بضمانات مالية بحيث أنه يعني يضمن لنا العمليات البيع والشراء بتكون سلسة وبدون تلاعب داخل البورصة يعني. طيب، تأكيدا على ظل الظروف اللي نعيشها الآن والإنتاج المستمر بالنسبة للمنتجين والمزارعين أيا كانت المشاريع حكومية ولا مشاريع خاصة، الأساس بعد المنتج، وإنت اهتمامكم برحلة ما بعد المنتج إنه يدخل في جانب البورصة. نتكلم برضو في دليل عافية على اقتصاد البلد إذا دخل بالقنوات الرسمية بهذه الصورة، يعني البورصة كيف يمكن أن تسهم في نهضة اقتصاد البلد بالتحديد في الجانب الزراعي؟ نعم، البورصة يعني زي ما قلت لك هي بتوفر السعر العادل، فبالتالي صغار المنتجين وحتى المنتجين الكبار بيتحصلوا على سعر عادل وطوالي في زمنه، يعني باع سلعته بيستلم قروشه على طول، فبالتالي بتوفر له هو تمويل بيقدر منه يمول مشاريع ويطور فيها، ويقدر يعني بيكون عنده الملاءة المالية انه مثلا يكونوا شركات مع بعض كمزارعين كاتحادات كجمعيات تعاونية، ممكن يمشوا يلجوا لآلية التمويل عبر سوق الخرطوم للأوراق المالية، ينشئوا شركات مساهمة عامة، بيكون عنده المقدرة المال اللي بيسمح له انه يدخل في شراكات زي دي. دي من ناحية. من ناحية ثانية البورصة هي بتضبط الجودة بتاعت المنتج. اي منتج يتباع في البورصه قال لك والله يا اخي ده مثلا سمسم ابيض القضارف صنف اول فرز اول حلاوه بيسموه كده، ده خلاص تاكد تماما انه هو نفس الصنف ده. ليه؟ لانه دخل المخزن ويتاكدوا من الجوده بتاعته. البورصه المخازن فيها معامل لضبط الجوده تابعه للبورصه يعني تحت اداره المواصفات والهيئه القوميه للمواصفات طبعا هتكون، لكن في النهايه السلعه موجوده بجودتها داخل المخزن. بالتالي واحدة من أهم المسائل إنه جودة المنتج بتاعنا لو يصدر برا السودان بيكون مضمون وما فيه مشكلة، يعني ما في زول بيقدر يغش فيه وما في زول بيقدر يغش في الكميات، ما في زول بيقدر يغش في الصنف أو الجودة بتاعت السلعة المصدرة أو المباعة. جميل، دي نقطة. نقطة الجودة دي مهمة، فيها جوانب مختلفة وفضفاضة هنتحدث عنها إن شاء الله. أنت تكلمت عن الجانب المجزي بالنسبة للمنتج أو المزارع، ولكن الجانب الأكبر المهم أنا تكلمت عن اقتصاد البلد في المخزون الغذائي الاستراتيجي، فده جزء رئيس يعني من اقتصاد البلد واستقراره. فبرضه هل البورصة يمكن أن
تكفي وتكفي الحاجيات بالضبط. الضرورية من المخزون الاقتصادي. نعم، بالنسبة للمخزون الاقتصادي الاستراتيجي البورصة هي بتكون سوق، وكل المنتجين كبار المنتجين وصغار المنتجين بيجيبوا سلعتهم يدخلوها البورصة. ليه؟ لأنها بتوفر لهم زي ما قلت لك السعر العادل، ده الحافز الأساسي لهم. الدولة هنا يمكنها إنها تشتري، ممكن جدا تشتري من داخل البورصة للتخزين الاستراتيجي، والمصنعين يشتروا للتصنيع، المصدرين يشتروا للصادر. ومسألة الصادر هنا بتخليني أتطرق برضو للمسألة بتاعت حصائل الصادر للمنتج، للسلع الزراعية المختلفة. يعني السلع الزراعية لما تمشي وتتصدر برا السودان من البورصة ومن النظام الإلكتروني بتاع البورصة، بتقدر تتابع الكميات اللي طلعت من البورصة ومشت وين واتصدرت لياته بلد، وما بيقدر أي شخص يتلاعب في الفواتير بتاعتها ويقلل كمياتها ويقول والله يا أخي صدر 10 طن يقول أنا صدرت 5 طن، ما بيقدر. ليه؟ لأن المسألة كلها متابعة من نظام البورصة عبر الجمارك، عبر المواصفات والمقاييس لحد ما طلعت برا. فبالتالي هو ملزم انه يجيب حصيله الصادر بالكميات اطلعها، ودي حترجع بالقنوات الرسميه عبر القطاع المصرفي، والدوله بتقدر تتحصل على 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 رسوم المفروض تتحصلها منها. فبالتالي الخزينه العامه للدوله بتستفيد، القطاع المصرفي بيستفيد برجوع حصائل الصادر للبلد، فدي برضو عندها اثر اقتصادي كبير جدا على الدوله. يعني جميل انه النظر برضو للقضايا العلميه الحية عن طريق إقامة ورش تنويرية وتفعيلية لمناقشة جذور المشكلة الحقيقية للإنتاج في السودان. إذا تحدثنا الآن عن الشق الزراعي قبل الدخول في جانب التعدين والمعادن، فما الورقة المقدمة الآن بخصوص بورصة المحاصيل الزراعية في الشق الأول؟ الشق الأول هو نحن نتكلم في إن شاء الله في الورشة بتاعتنا، هي طبعا ما يعني بكرة إن شاء الله يوم 12-12 مقامة في الأكاديمية السودان للعلوم للدراسات المصرفية والمالية، وبرعاية من سلطة تنظيم أسواق المال الجسم الرقابي على الأسواق المالية، وبمشاركة يعني من دعوة مفتوحة، يعني بمشاركة من عديد من الجهات المعنية من جهات حكومية أو قطاع خاص أو مهتمين يعني وإعلاميين وغيرهم. في الجزئية الأولى في الورقة هنتكلم عن بورصة السلع الزراعية ودورها. طبعا السلع الزراعية الناس قد تفتكر انه نتكلم عن حاجات معينة. السلع الزراعية بورصات السلع الزراعية بيدخل فيها المنتجات الزراعية وحتى الحيوانية وحتى الألبان ويمكن الأخشاب وغيرها. يعني فكل دولة حسب المنتج الموجود عندها هي بتعمل بورصتها. نحن بورصتنا غالبا حيكون فيها السمسم، حيكون فيها الذرة، حيكون فيها الدخن، حيكون فيها حب البطيخ، الصمغ العربي طبعا اساس، يعتبرون السودان من يعني بينتج 80% من انتاج الصمغ العربي في العالم. والمسألة دي بتخلي انه السودان يبقى عنده يعني يستفيد من السلع الموجودة عنده، ويقدر يوصلها لبرا بكواليتي كويسة. والمسألة دي زي ما تكلمنا قبل شوية عن المزارعين نفسهم بيقدروا يدخلوا في شراكات لتطوير الصناعة التحويلية للمنتجات بتاعتهم، وبرضو زي سوق الخرطوم للأوراق المالية وقطاع المصارف بيقدر يدخل في عمليات تمويلية لإنشاء شركات مساهمة عامة، إنشاء صناديق بتهتم بالصناعة التحويلية وإضافة قيمة للمنتجات بتاعتنا الزراعية والحيوانية قبل ما تتصدر كخام يعني. طيب جميل، ندخل في الصمغ العربي. والسودان زي ما أسلفت في الحديث يشكل إنتاجه أكثر من 80%، ده على حسب التقارير الرسمية. والسودان ينتج أكثر من 110، ولكن الذي يستخدم 80% وليهرب على حسب التقارير 20%. دي سلعة رئيسة اقتصادية ممكن تشكل اقتصاد رئيس خلاف منتجاتنا الأخرى، يعني خلاف المعادن وخلاف الثروات الأخرى. فجانب رئيس إنه نهتم بالصمغ العربي عن طريق قنوات رسمية، فإلى أي مدى برضو ممكن تسهم هذه البورصة في تقنين إنتاج وتحويل الصمغ العربي في السودان؟ الصمغ العربي من أكبر التحديات الموجودة حاليا زي ما أنت ذكرتها، إنه في جزء كبير منه جدا بيتهرب لدول الجوار يعني. والسبب الأساسي بيخلي المنتجين إنهم يهربوا هو طبعا عادة بيهرب من المنتج، يعني بيكون تجار ناس يشتروا من المنتجين وهربوه عشان يتحصلوا على سعر مجزي للصبغة العربي اللي هم بيصدروا. لكن أنا إذا وفرت لك البورصة دي، والبورصة دي بتديك السعر المجزي
انت سلم الصبغ بتاعك ده في الابيض ولا في النهود ولا في المنطقه اقرب مخزن لك وتتحصل على سعر العادل اللي بيخليك تهرب شنو ثاني. ما في حد يعني بيكون محتاج اصلا انه يهرب يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه المساله بتاع حاليا يعني من المشاكل الموجوده وبيعاني منها القطاع بتاع الصبغ العربي. في ناس هجرت الطق الهشاب والمساله الطق ذاته بالطرق التقليديه بطرق تقليديه جدا. وحتى الناس بدات تهجروا ليه؟ لانه المنتج الصغير البسيط ده اللي بيمشي يتعب وشايل الفاس وبيطق في الشجر ما بيلقى قيمه مجزيه لتعبه ده، فبالتالي بيهجروا لانه يمشي يزرع حاجات ثانيه، يزرع دخن، يزرع حاجه لزرع لنفسه او لاستهلاكه الاسري يعني. وفي بعض المناطق يمكن الناس بدت انه الحزام الصمغ العربي نفسه بدوا يكبروا فيه ويحولوا له فحم يعني. ليه؟ لانه المنتج صغير، المنتج الصغير الزول الشايل الفاس وبيطق في الهشاب ده ما لاقي قيمه حقيقيه او قيمه عادله للتعب بتاعه ده. فاذا البورصه يعني قامت ووجدت باذن الله بيقدر اصغر المنتجين ان شاء الله يكون عنده يعني قنطار واحد يقدر يمشي يوديه. وطبعا عاده البورصه بيتلموا ناس منطقه معينه، جمعيه تعاونيه، اتحاد بتاع مزارعين، بيلم كل الكميات اللي عنده بيوديها مخزن البورصه. فكلهم حيتحصلوا على سعر عادل، والسعر العادل ده بيخليه هو يحس بالامان، فبالتالي بيشجعه انه ينتج، وانه حتى حزام الصبغ العربي ده يهتموا به ويزرعوا شجر زياده. يعني المساله لما يكون فيها عائد مادي مجزي بالنسبه للمنتج هو بيهتم بالقطاع بتاعه، بيهتم بالإنتاج، وبيهتم بتطوير الإنتاج يعني. في عملية التهريب، تهريب الصمغ العربي ممكن يهرب لدول الجوار عن طريق قنوات غير رسمية، لكن لا يعرف إنه هو صمغ مهرب، قد يكون مطابق للمواصفات داخليا ولكن خارجيا قد لا يكون مطابق للمواصفات، يعني ما معروف هل هو بطريقة مشروعة أو لا. في إمكانية أيضا ندخل في عمق المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الدولة، ما الدور الممكن تقوم به الدولة في الحد من تهريب الصمغ العربي بالذات على أفرع الحدود يعني؟ والله شوف، هي الدولة طبعا في أنظمة رقابة وأمنية، لكن احنا السودان حدوده مفتوحة يعني، صعب جدا انه انت تراقب الحدود بتاعت السودان مع دول الجوار، حدود شاسعة ومتسعة وكبيرة جدا. عشان كده الحل الأمني هنا دائما بيكون والرقابي بيكون ضعيف يعني. الشيء الأمثل بالنسبة للدولة اللي هو وجود لما يعني وجود البورصة ده، أنا بعتبر إنه حل مثالي. ليه؟ لأنه الناس اللي بيهربوا ليه؟ ما حبهم في التهريب، بيهربوا لأنه عايزين ياخذوا سعر مجزي. البورصة وفرت لك سعر مجزي هنا، خلاص ما في زول تاني بيكون عنده الرغبة إنه أصلا يهرب سلعة لدول الجوار يعني، بالذات المنتجات الزراعية، لأنه تهريبه نفسه متعب يعني، ماشي سهل. يا أخي أنا وفرت لك مخازن في نفس المنطقة بتاعتك، وبديك لما تجيب السلعة بتاعتك ده في المخزن طوالي ثاني يوم أنت ممكن تبيعها بسعر مجزي. ما في حد بيكون عنده الرغبة إنه يهرب يعني. فالتهريب الناتج الآن هو لعدم حصول المنتجين على أسعار مجزية، بالذات في السلع الزراعية يعني. الجانب الرئيس الممكن نهتم به هو الضمير الحي، غاض الضمير الحي. تخريب الاقتصاد القومي هو تخريب بالنسبة لحال المواطن. صحيح. وخراب بالنسبة للظروف اللي احنا بنشوفها، لأنه شرارة الثورة والانتفاضات هي تحدث دائما عندما تكون هناك ضائقة معيشية اقتصادية، والأمر ما بعيد من بورصة المحاصيل ولا بورصة المعادن. هو جانب اقتصادي ممكن يشكل أولوية كبيرة للبلد وتستفيد من عوائده ويدخل على خزينة البلد بالخير والنماء. فإذا تحدثنا في جانب عن حاصلات ومدخلات الإنتاج، ونحن دائما نصدر الشخام لبلداننا الداخلية أو المحيط دون أن يستفيد السودان من مدخلات إنتاجه، فهل عندنا إمكانية حقيقية لإقامة مصانع تحويلية نستفيد من عمق إنتاجنا المحلي ومن ثم يصدر بشكل نهائي؟ والله يعني السودان عنده تجارب قديمة في إنه يعني ما كان بيصدر خام أي حاجة يعني. شوف نحن عندنا مثلا كان زمان القطن بيحلج وبيصدر القطن صح كان بيمشي خام، أغلبه بيصدر زمان الإنجليز بيمشي لمصانع لانكشير وبيمشي هناك بيغزلوا. لكن بعد ذلك جاءت تجارب بتاعت انه احنا عندنا المحالج موجوده وبنحلج القطن، وقامت مصانع يعني مصنع النسيج في الحصحيصه ومصنع النسيج في شندي، دي كلها وجدت يعني.
فكان قطننا بينسج محليا وبيتحول ل يعني اقمشه محليا وبيستفيدوا منه في حاجات ثانيه. فما صعب انه التجربه احنا مرينا بها، ما صعب انه احنا نحييها ونوجدها ثاني. ودائما تمويل المشاريع زي دي زمان السودان كان يمكن بيلجأ لبعض الدول بيساعدوا فيها، لكن السودان عنده بوتنشال كبير جدا انه يدخل القطاع الخاص في انه انشاء شركات مساهمه عامه في مجال الصناعات التحويليه، الغزل والنسيج، يعني الصناعات الزيتيه، الحبوب الزيتيه. يعني شوف زمان السودان كان برضو عنده في تجربه كبيره جدا، مثلا معروف انه الشيخ مصطفى الامين كان عنده مصنع ضخم جدا في بورسودان وبيعصر الحبوب الزيتيه دي وبيصدرها كزيوت يعني، وبيوجد منها انباز وبيصدر كانباز خلاص. شركة السودان للحبوب الزيتية، شركة السودان للأقطان، شركة الصبغ العربي، دي كلها ثلاثة شركات دي اقتصاد السودان كان قائم عليها في فترة من الفترات، يعني لحد يمكن بداية التسعينات هو قائم على الثلاثة شركات دي. فنحن لو أحيينا الشركات الثلاثة دي وحولناها لشركات مساهمة عامة ودخلنا فيها حتى يعني مستثمرين أجانب واهتمينا بإيجاد يعني المصانع للصناعات التحويليه، حتى الصناعات التحويليه يعني مثلا الصبغ العربي ده ما داير تعب كثير، بيطحن بس يعني الصبغ العربي بيطلع من عندنا هنا بيسافر كخام لاوروبا بعض الدول الاوروبيه بيطحنوه بس مجرد طحن بقيمته تتضاعف يمكن 100 ضعف. فبالتالي الناس يعني افضل لها انها تشتغل، افضل بدل ما زي ما قال بيقول في المثل افضل من ان نلعن الظلام، يعني افضل ان نوقد شمعه. وما صعب انه نوقد شمعه إذا وجدت يعني الرؤية والفكر والرأي. ما صعب إنه عندنا القطاع الخاص بتاعنا السوداني حاليا بيستثمر خارج السودان، ما عنده مانع إنه يستثمر خارج السودان، فإذا فتحت له فرص استثمارية حقيقية في شركات مساهمة عامة مثلا وقدر إنه ينتج إنه يدخل في المسألة دي ما عندهم مانع بالتأكيد يعني. فبنخدم بلدنا وبنقدر نعظم القيمة المضافة للسلع بتاعتنا ونصدرها للخارج بقيمة مضافة بقيمة أعلى من قيمة الخام اللي احنا بنصدره كخام. يعني تتحدث عن رؤوس الأموال والمنتجين ورجال الأعمال، يتم تأسيس مصانع حقيقية في السودان حتى انه أطروا للصناعات التحويلية الداخلية والاستفادة على المستوى الشخصي واستفادة البلد، لكن في الفترة الأخيرة هروب رجال الأعمال ورؤوس الأموال بالنسبة للعالم الخارجي ضمان استثماراتهم بصورة مسابة، هل نحن ضيقنا الخناق داخليا على المستثمرين ورجال الأعمال حتى يلجأوا لكثير من الأماكن بالجوار أو دول العالم حتى يحفظوا ماله؟ والله هو دائما المستثمر بينظر إلى الخارطة الاستثمارية للدول يعني، فبيشوف أكثر دولة بيسهل له إنشاء الأعمال يعني، وأكثر دولة يعني بيشوف الدول اللي ما فيها ضرائب كثيرة، الدول اللي ما بيصعب إنشاء الأعمال والشركات. يعني مثلا الآن في بريطانيا ممكن تدخل بموبايلك تنشئ لك شركة في 5 دقائق وتدفع لك 5 يورو ولا حاجة بالشكل ده، دي شركة أنت أنشأتها بعنوان وكذا. هنا إنشاء الشركات فيه بعض التعقيدات يعني، قد تكون بعض التعقيدات وقوانين الاستثمار أيضا، وقوانين الاستثمار يعني برضو احتمال تكون عايزة محتاجة تعديل تتكيف مع الواقع. لازم نحن نراجع يعني قوانين الاستثمار، نسهل إنشاء الشركات. المسألة المنتج لا ترهقه بتكاهله بالضرائب الكبيرة. يعني الآن في بعض الدول مثلا في دول الخليج معروف إنه في دولة الإمارات المناطق الحرة بتسمح بأي نوع من أنواع البيزنس أو الأعمال وما في عليها ضرائب يعني، ما هي منطقة حرة. ليه نحن ما يكون عندنا مناطق حرة داخل السودان؟ ليه ما نسهل إنشاء الأعمال ونقلل الضغط على أصحاب الأعمال دي، ونشجع الشباب برضو إنهم ينشئوا شركات صغيرة يعني برسوم بسيطة ونساعدهم وندعمهم وخليهم ندرج لهم مثلا في بورصة سوق الخرطوم للأوراق المالية. المسائل دي كلها تشجيع الاستثمار بيجي بالقوانين والأنظمة واللوائح والمصداقية بتاعت الاقتصاد الدولة نفسها يعني. يعني الآن في بعض الدول إذا قال لك الآن مثلا دولة الإمارات لو قال لك في دبي والله الشيخ محمد بن راشد قرر إنه يعمل صندوق استثماري، تلقى العالم ده كله عايز يمشي يضخ قروشه في الصندوق الاستثماري ده. ليه؟ لأنه جربوا صدق التعامل وجربوا القوانين اللي بيسهل لهم، فما في قيود ما في مشاكل. فأنت لازم توجد مناخ استثماري ملائم زي ده عشان ناسك يقعدوا ويجيوك راجعين من برا، وحتى المناخ الاستثماري بتاعك بيجذب لك مستثمرين من خارج السودان يقدروا يجوا يستثمروا أموالهم في السودان
بس في مسألة مهمة جدا في مسألة الاستثمار، إنه إحنا الاستثمار ده ما مفروض نفتحه ندي المستثمرين الأجانب يعني أراضينا ومواردنا بدون ما يكون إحنا عندنا عائد من المسألة دي. يعني في أثيوبيا القريبة دي رؤوس الأموال محددة، مثلا أقل شركة عشان تقدر تستثمر في أثيوبيا $200,000 ولازم تجيبها توصلها للبلد، وبيلزموك إنك تشغل نسبة معينة من المواطنين وتعلمهم وتدربهم وكده بهدف تطوير المواطن في البلد، وما بيمنعوك إنك تطلع أرباحك ورأي، لكن عندهم لازم تشغل مواطنين وتعلمهم الشغل وتعلمهم الصناعة، ودي مسألة مهمة. يعني أنت لازم الاستثمار المستثمر الأجنبي ده زي ما بقولوا أهلنا سترة وصلحة، يجي هو بيستفيد لكن برضو ينفع مواطن البلد وينفع الشعب السوداني وينفع الاقتصاد القومي معه. يعني جميل ده. جميل أن نحلم بواقع أفضل مشرق لاقتصاد البلد وللبلد ونهضته المنشودة على حسب الخطط الاستراتيجية، ولكن لا تعتقد أنه الجانب مربوط أيضا باهتمام الدولة وحصرها في جانب معين في جانب الإنتاج؟ يعني في الفترة الأخيرة الاهتمام أكبر مثلا بالمعادن، والاهتمام القليل في الميزانيات بالجانب الزراعي، وأهملنا كثير من الثروات المهدرة. ألا تعتقد بأن الأمر أيضا أساس هو يمكن أن يربط من قبل الدولة ويتم تسيير كل الظروف؟ والله طبعا الناس مرات يعني في العالم الآن الدول بقت لا تحمل يعني أكثر مما لا يعني تقدر عليه الدولة. يعني ما ممكن نحن نتصور إنه الدولة هتسهل لنا الإنتاج، والدولة هتجيب لنا السماد، والدولة هتأجري لنا أولادنا وهتأكل لنا الشعب السوداني كله. لا، المسألة دي يعني الدولة بتسهل المسألة دي بالسياسات. يعني مثلا الأسمدة والمبيدات والتقاوي إنها تدخل برسوم بسيطة جدا خلاص، أو تكون معفية من الجمارك أو كده، دي كده بتخلي القطاع حتى القطاع الخاص إنه يقدر يسهله ويوفره يعني للمنتجين. الدولة بتسهل يعني بتسهل التعليم، بتسهل المسائل دي، لكن الدولة ما ممكن تكون هي بالذات يعني في الوضع الاقتصادي السوداني صعب جدا على الدولة إنها تكون هي راعي للناس وبيتعلم الناس وتأكله وتشربه وتعمل لهم أي حاجة. الدولة بتقدر إنها تسهل الاستيراد لمدخلات الإنتاج كلها الزراعية والصناعية وتعفيها من مثلا من الجمارك وكده، كده بتكون قدمت خدمة كبيرة جدا جدا لقطاعات الإنتاجية. وأنا أقصد يعني في الجانب ده بالتحديد اتجاه الناس للمعادن والتعدين التقليدي اللي بيشكل نسبة كبيرة الآن في الساحة، على عكس الشركات الخاصة والشركات الناشئة أو الداعمة يعني. فالناس هجرت الزراعة وهجرت المصانع واتجهت لجانب آخر لأنه في عائد كويس بالنسبة للشخص، عائد في الجيب وعائد بالنسبة للشركات الناشئة. فده كان محور ارتكاز إنه ما يتم التأطير على جانب إنتاج معين حتى إنه نكفي كل احتياجنا في الجانب، وإنما نتسع حتى يكون العائد أفضل. بالضبط كده. يعني صحيح في كثير من المزارعين وكثير من العمال يعني مشوا في اتجهوا لشغل التعدين التقليدي، والتعدين التقليدي ده يعني لما بدأ في بداياته يمكن في 2009 و2010 كان الناس بيلقوا الذهب كده في على 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 سطح الأرض يعني، لكن بعد شوية الموضوع بقى صعب وعايز حفر وعايز مجهود. يعني بعد شوية أنا أكد لك إنه بعد عدد 5 يمكن 10 سنين ما معروف كم من الزمن، لكن إنه الذهب السطحي ده هيبقى الوصول له صعب جدا جدا، فبالتالي المعدنين الأهليين ده ما هيقدروا يشتغلوا، يقدروا يحفروا يعني المناجم الكبيرة ممكن يكون تحت ما فيها أكسجين، يعني يكون نازلة كده تحت الأرض 50 كيلومتر وما فيه أكسجين، فمعدن أهلي ما بيقدر يشتغل شغل زي ده تاني. لكن الموضوع بقى أصعب طبعا وبقى أكثر تكلفة حتى للتعدين التقليدي، لكن إذا توفرت للمزارعين زي ما قلت لك مدخلات الإنتاج بأسعار معقولة يعني هو يقدر إنه يعني يشتريها ويتحصل عليها، أنا أكد لك إنه كثير جدا من المزارعين حيرجعوا لزراعاتهم. وأنا بعرف يعني مرة بالصدفة لقيت مزارع في دبي جاي في المطار، هو من الناس المزارعين الجزيرة، فلقيته في وانا جاي طالع من المطار لقيته في المترو بتونس معاه يعني، فقال لي انا والله عندي حواشه في الجزيره وكنت زارع ويك وكلامه كله انه والله الانتاج الزراعي بقى غير مجدي بالنسبه له، عشان كده هو لجأ للاقتراب يعني. فاذا هو عنده ارض وتوفرت له مدخلات الانتاج باسعار معقوله، اكيد لك انه ما في شيء بيخليه انه
انه يطلع من المساله دي. بعدين الزراعه نفسها عايزه نوع من الاستراتيجيه، يعني ما كل الناس زرعت قطن، كل الناس زرعت قمح، لا مفترض انه الدوله تتدخل في المساله دي، يحددوا القطاعات والله كميه الزرع، الاراضي المفروض تزرع قطن كده، والمفروض الزرع قمح كده، والمفروض الزرع دخن كده، يعني تنسيق ومساله زي دي، بحيث انه الانتاج ما يكون بعدين في الموسم يطلع انتاج خرافي كبير جدا، الناس ما تعرف تودي وين، فبتعرف تلقى قيمته نزلت، نزلت طوالي الليل، موازنه في الانتاج، موازنه في الانتاج بالضبط كده. عايزه شغل استراتيجي وتخطيط يعني المساله دي. لكن في النهايه المزارع اذا تحصل على سعر المجزي هو الحاجه دي بتشجعه انه يرجع لزراعته ويشتغل فيها ويخلي الجري ورا سراب التعديل العشوائي اللي ممكن الواحد يمشي يقعد شهرين ثلاثه وما يلقى حاجه ويجي راجع يعني ويجي. طيب نفتح ملف اخر، تحدثنا عن المحاصيل الزراعيه وادلفنا للجانب الصمغ العربي، نتحدث عن جزء يشغل حيز كبير من اهتمام الدوله واهتمام المنتجين والمستثمرين اللي هو صادر المعادن، واهتمامكم الكبير في بورصة الذهب بما بعد الإنتاج، فرحلة تبني فكرة استجلاب المنتج من المنتجين أنفسهم ومن الشركات عشان ندخل في بورصة الذهب. نعم. العملية بتتم كيف؟ طيب فعلا يعني زي ما أنت ذكرت المعادن بتمثل جزء كبير جدا من صادرات السودان الآن في الوقت الحالي. يعني السودان قبل انفصال الجنوب في سنة 2011 كان أغلب صادراته هي صادرات بترولية، 77% من الصادرات كانت بترولية، والباقي ده كان يعني صادرات زراعية وحيوانية ومعدنية وغيرها. الآن الحجم الصادرات البترولية بقى بسيط جدا، يعني لا نسبة بسيطة جدا غير مؤثرة أصلا، لكن حل مكانه يمكن المعادن والسلع الزراعية برضو بدأت أحجامها تزيد يعني. نحن إذا قدرنا إنه نعظم العائد من صادراتنا الزراعية والمعدنية دي هنحل مشكلتنا، المشكلة الكبيرة الحاصلة لنا الآن في عجز الميزان التجاري. يعني عندنا عجز في الميزان التجاري يمكن من 2012 ماشي في حدود 5 ل 5.5 ل 6 مرات مليار دولار. العجز ده ناتج لانه احنا بنستورد اكبر مما نحن، اكثر مما نحن بنصدر. فبالتالي اذا نحن زدنا حجم الصادرات بتاعتنا، وفي كثير مهرب من السلع الزراعيه، وفي كثير مهرب من الصوغ العربي ومن المعادن، دي كلها اذا قدرنا انه نقننا وندخلها نصدرها بقنوات رسميه ونخلي العائد بتاعها بيجي، انا اكيد لك انه حيكون ما عندنا عجز في 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 الميزان التجاري بتاعنا. فبالتالي الدولة هتكون مستفيدة وما هيكون عندنا إشكالية حتى في سعر الصرف، ما هيكون عندنا إشكالية في الاقتصاد بتاعنا بصورة عامة، لأنه واحدة من أهم المؤشرات الاقتصادية هو الميزان التجاري يعني. طيب هل طريقة الحصول على منتج الذهب هو نفس الحصول على منتج المحاصيل الزراعية، ولا أنتم بتصلوا لمشاريع الإنتاج أو أماكن الإنتاج؟ برضو ال 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 ال, ال, ال البورصة، بورصة طبعا احنا عندنا برضو مشروع تاني بتاع بورصة المعادن وسوق مال المعادن بيسميه بغواسين بورصة الذهب، باعتبار انه الذهب ده اكبر منتج عندنا حاليا. البورصة برضو عندها لجنة شغالة فيها، لجنة التسيير برئاسة برضو سيد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وفيها يعني برضو مجموعة من الخبراء ومن الجهات المعنية من بنك السودان المركزي، من وزارة المعادن الى اخره، مصفاة السودان للذهب. يعني أنا بعتقد إنه، وده شيء البراكتس يعني شيء موجود في العالم كله، إنه لما تقوم البورصة بتوفر السحر، ولا السر، كلمة السر في البورصة هي السعر العادل. كلمة السعر العادل دي هي كلمة السر في البورصة. البورصة بتوفر السعر العادل للمنتج، حتى المنتج المعدن الصغير والمعدنين الأهليين، و ممكن شركات الرغبة إنها تبيع في البورصة برضو بتوفر لها سعر مجزي وسعر عادل. مرات
في بعض الحالات الدولة نفسها الدول بتتدخل في انها بتشتري الانتاج يعني من المنتجين صغار المنتجين في كثير من دول العالم اللي فيها انتاج يعني بيشتروا الدولة بتشتري الانتاج بل في بعض الدول الدولة فارضة للشركات والمنتجين انه انت تبيع للدولة ما عندك طريقة الا تبيع للدولة باعتبار انه المعادن الموجودة تحت الارض دي كلها بالقانون وبالدستور هي ملك للدولة انت بتاخذ بتبيعها وصح تعبت وجبتها بنديك فيها سعر ما بيشيلها منك مجانا وبنديك فيها سعر عادل فالبورصة برضو بتوفر السعر العادل فبالتالي هي بتصبح الملاذ الأفضل أو المفضل بالنسبة للمنتج منتج المعادن ومنتج الذهب وغيره في أنه يبيع بها يبيع فيها عشان يتحصل على السعر بتاعه عادة المعدنين ما بيكونوا عايزين دولار يعني بيكون عايز قروش سودانية فبالتالي بيبيعها في البورصة وبيتحصل على سعر عادل بالسعر العالمي للذهب بالجنيه السوداني بعد ذاك البورصة بتنظم ممكن بعض الجهات المشترية اللي بتصدر حاليا المسموح لها بال 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 بالأنظمة واللوائح والقانون إنها تصدر بتشتري من البورصة وممكن تصدر الذهب ده لبرا وشريطة إنها تجيب حصائل الصادر بتاعته وبرضو البورصة من هنا بنقدر إن إحنا نتابع الكميات اللي طلعت والكميات اللي صدرت وبنقدر يعني نلزمه منهم يجيبوا حصائل الصادر بتاعته راجعة يعني دي طيب. طريقة عمل البورصات إنها هي فيها إمكانية فيها شفافية عالية وفي المعلومات والجهات الرقابية في الدولة بتقدر تحصل على معلومة دقيقة ومفصلة يعني أستاذ الطيب على ذكر هذه الضوابط والجودة ترشح في كل مرة تقارير رسمية وأخبار تنشط في المنصات من كل فترة أخرى عن طريق جهات رسمية أو بمعنى أنه العبور عن طريق مطار الخرطوم أو تهريب عبر الحدود تهريب الصمغ العربي وتشترك جهات يتم تسميتها بعين أو أخرى تنفي وهكذا في الدوامة فوجود بورصة هل هو حد بصورة قاطعة بالنسبة لتهريب الذهب بشكل قاطع؟ نعم وجود بورصة أنا ما بقول لك إنه حل بصورة قاطعة نهائية لسبب واحد هتكلم عنه بعد شوية لكن وجود البورصة زي ما قلت لك بوفر السعر العادل بالنسبة للمنتجين وصغار المنتجين فبالتالي هو بيقدر يتحصل على سعر عادل فبالتالي بتنتفي الحاجة لأنه هو يهرب علما إنه التهريب نفسه عنده تكلفة يعني لما أهرب أشيل ذهب أهربه بأي حدود من حدود السودان الفاتحة بأي واحدة من دول الجوار بيكلفني تكلفة معينة ممكن تبلغ 7% ل10% من قيمة الذهب المهرب ده فيا خرا وفرت لك هنا انك تاخذ سعره بدون ما تخسر فيه ولا 1% فبالتالي انت كمنتج ما بكون عندك رغبة انك تهربه لكن في بعض المهربين بالذات في الذهب بيكون عندهم الرغبة انهم هم مهربين الذهب ده ما عشان ما حاصلين على سعر عادل مهربينه لانهم عايزين يهربوا القروش دي برا دي نسبة بسيطة بالمناسبة نسبة بسيطة يعني ما يمكن تكون بسيطة خالص يعني مقارنة بالناس اللي بيهربوا عشان يحصلوا على سعر عادل ودي طبعا بيتحل بالمسائل الرغابية والأمنية ما في حل أصلا لابد من يعني أجهزة الأمن في العالم كله في المطارات وفيها ضوابط فيها ضوابط للكشف وللتفتيش وكذا ما في حل يعني غير كذا طيب. لكن أكرر إنه السعر العادل هو بيخلي أغلب المنتجين أو يمكن 95% ولا أكثر بكثير نسبة كبيرة جدا من المنتجين إنهم ما بيضطروا إنهم يبيعوا ذهبهم ده لمهربين أنا بقول إنه المنتجين نفسهم بيهربوا المنتجين قد يبيعوا لشخص والشخص ده يهرب يعني فبالتالي طيب. البورصة هي بتبقى ملاذ آمن وبتقدم السعر العادل للمنتج عشان يبيع فيها المنتج طيب. في أقل من دقيقة من عمر اللقاءات يعني الحلقة شرفت على الانتهاء نعم. جانب مهم مصنع السودان بخصوص الختم الرئيس بنشوف دائما تصدير الصمغ العربي للدول او الجهات المستهلكه قيمه الذهب في السودان جودته عاليه لكن الشيء المفقود هو الختم الرئيس بالنسبه للسودان فالى اي مدى نسهم برضه في ارجاع ختم السودان بشكل جديد حتى انه نقدر نزيد في عوائد الصادر نعم انت بتتكلم عن الختم المعتمد لمصفات السودان للذهب مصفات السودان للذهب يعني سبحان الله هي انشئت يمكن من وشغاله من سنه 2012 وباجهزه ممتازه جدا من افضل الشركات المصنعه للادوات والاجهزه بتاعه المصافي في العالم وفيها يعني كوادر ما شاء الله كفؤه ومؤهله جدا وبتنتج المصفى بتاعنا بينتج ذهب
غاية النغاة اللي هو نحن بنقول عليه 999.9 اللي هو ده 24 جيرات ذهب عالي النغاة، يعني نسبة الشوائب فيه 1 من 1000 يعني الكيلو جرام بيكون فيه جرام واحد فضة ولا حاجة تانية، فدي نسبة عالية جدا جدا. لكن يمكن بسبب الزمان الامبارجو والسانكشن على السودان يعني المقاطعة العالمية لنا يمكن ما قدروا يحصلوا على حاجة زي دي. لكن حاليا نحن في اللجنة بتاعت البورصة بتاعت الذهب سوق مال المعادن معانا سيد محافظ نائب محافظ بنك السودان هو يعني رئيس مجلس إدارة المصفى، ومعانا في نفس اللجنة برضو السيد مدير المصفى نفسه، وشغالين في الاتجاه ده في انه يتحصل على 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 اعتماديه للمصفى بتاعتنا. الاعتماديه بيتحصلوا عليها من جهات عديده، يعني مثلا في 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 ناس ناس بورصه لندن او حاجه اسمها LBMA اللي هو جميل ناس لندن، وفي غيرهم يعني من الجهات. فنحن بدينا سعينا حاليا ساعين سعي حساس جدا ومشينا خطوات ممتازه جدا في انه يتحصل على اعتماديه للخدمه المصفى بتاعنا من دوله الامارات العربيه المتحده، باعتبار انه لقينا دي اسهل يعني التعامل معهم ايزي. فالحاجة دي عندها ميزة، بس معليش أقول النقطة دي سريعة. وجود إنه المصفى بتاعنا يكون عنده ختم معتمد بيخلينا إحنا نبيع الذهب بتاعنا بسعر قريب لسعر العالم، يمكن بفرق بسيط ما بنضطر نبيع بديسكاونت ريت كبير. يعني مرات الدول اللي ما عندها مصافي ممكن تبيع الأونصة اللي هي 31 جرام بفرق يعني حكاية بتاعت $12. وضحت الفكرة أستاذ الطيب، قدر جدا على حضورك في لقاءات، وإن شاء الله تجد الورشة حظها من مناقشة كثير من الأوراق المهمة التي يمكن أن تصلح الحال الآن عن طريق المحاصيل الزراعية أو صادر المعادن. شكرا جزيلا أستاذ الطيب الجعل الطيب، مدير سوق مال المعادن بورصة الذهب ومدير أسبق مكلف بسوق الخرطوم للأوراق المالية، على حضورك، كتر خيرك. مرحبا، شكرا لك. شكرا مشاهدينا لكرم المتابعة، الملتقى في حلقات أخرى من لقاءات. تحيات وفريق العمل في رعاية الرحيم.